بكل تأكيد يعني حلوة جميلة الذكريات لما تكون مرتبطة بالطفولة وبأيام الدراسة، حلو لما الواحد يقوم يسترجعها لما يوصل في الجامعة، لما يوصل في المرحلة الجامعية. هناك مدرسة الاتحاد، خريجو مدرسة الاتحاد الخاصة بالممزق، ذكرت ذكريات بالدراسة بعد أن جمعتهم إدارة المدرسة في ملتقى عادة بالمتخرجين من مختلف الدفعات إلى سنوات الطفولة، حيث شارك الحضور ذكرياتهم في المدرسة في أمسية جميلة جمعت الطاقم الإداري والتدريسي. أكد فيها مدير المدرسة مستر ماكس كاروسو أهمية التواصل ما بين الخريجين لتعزيز روح الانتماء بينهم وبين طلبة التخرج هذا العام. بكل تأكيد دائما نقول يا عليا انهم هم موجودين، احنا دائما نعزز ان هذه مثل هذه اللقاءات الجميلة اللي تكون ما بين الخريجين والطاقم التدريسي. نعم. تلهم كثير من الشباب في المدرسة المتواجدين في المدرسة انهم يكونون مثل هذه النماذج المشرفة. صحيح. فبكل تأكيد كثير من النماذج المشرفة عقب سنوات طويلة من الغياب وكلنا سلك دربه وكلنا راح في الطريقة وكلنا حقق انجازات مرة ثانية. بالضبط. وانا اتوقع واتمنى صراحة يعني انا اشوف هذه الصور والمشاعر الجميلة اللي نشوفها من خلال هذه اللقطات الجميلة، وأتمنى فعلا أن كل مدرسة تخطي هذه الخطوة. أنت يوم ترجع المدرسة بعد 15 سنة وتذكر إنجازاتك وتذكر أو أن قصتك ومسيرتك هذه وتكون قصة ملهمة لكثير من الطلاب اللي متواجدين في المدرسة بكل تأكيد. وعدنا كذلك عدسة سمة دبي اللي كانت متواجدة في هذا اللقاء الجميل وخذت لقاء مع الخريجين من الخريجين القدامى طبعا منهم، والحين أصبحوا في أماكن نفتخر فيها بكل تأكيد ونعرف الكثير منهم. بنشوف هذا اللقاء، هذه اللقاءات الحصرية لسمة دبي مع الخريجين. تجمع خريجي الاتحاد الخاصة لفتة رائعة أثني عليها وأشكر القائمين على هذا التجمع لأنه فيه حنين وذكريات رائعة نتذكرها جميعا، وخاصة أنها ترتبط بشيء لا يقدر بثمن وهو طلب العلم والتربية، وخاصة في مدرسة صرحها وشعارها النهضة أساس الإنسان. وبالتالي يعني لما نكون نحن بين مرافق هذه المدرسة التي ترعرعنا فيها سنوات الطفولة نعيش لحظات من أروع اللحظات، فشكرا لكل من كان سببا في هذا التجمع. كم هو جميل أن أعود إلى هذه المدرسة بعد يمكن 12 سنة من التخريج، وكم هو أجمل بأن نلتقي بالكادر الأكاديمي والإداري اللي موجودين اللي أمانة تربينا على أيدهم وتعلمنا منهم حب التعلم والاستمرار في طلب العلم. يمكن أنا قبل في عام 2008 تخرجت من الثانوية العامة هني، لكن اليوم عدت لها المدرسة بشهادة الدكتوراه من شهر ونص تقريبا تخرجت، وكم هو جميل أن أول زيارة لي تكون بعد شهادة الدكتوراه وإني ألتقي بشباب الدفعة والأخوات ومن الدفعات الأخرى. تجمع يعني لكل خريجين المدرسة هاي، منهم اللي أصبح ما شاء الله في منصب الوزير ومنهم في منصب الطبيب ومنهم في الطيارين ومنهم من أكمل أيضا في الدكتوراه، فسعيدين جدا بتواجدنا مع أخواننا اللي تربينا معاهم وقضينا معاهم أجمل أيام عمرنا، وبإذن الله نعود هني مع أبنائنا ومع عيال أخواننا ونشوفهم بعد نشوع بنفس النهج واستمروا على نفس المسيرة هذه. لحظات جميلة وذكريات جميلة بكل تأكيد نشوفها مع الخريجين يا علي. شعور جميل، شعور جميل فعلا مروان لما تجتمع بعد هاي السنوات الطويلة وتستذكر معاهم أيام الدراسة وأيام الطفولة، أيام البراءة والبساطة. صحيح. يعني فعلا نحن من خلال هذا التقرير اللي شفناه مع بعض مشاهدين الكرام حركت هذه الوجدان، حركت هذه المشاعر اللي تكون هاي الذكريات راسخة في الأذهان وفي القلوب، وبعد ما فعلا تتلاقى مع هالناس وتتذكر معاهم أيام الطفولة تحس بوناسة غريبة يعني. صحيح. مروان والأجمل كذلك، وهذه دائما نقولها للشباب الحين أنتم في المدارس موجودين. صح. خاصة خريجي الثانوية العامة، أنت عقب ما تلاقوا يا ربعك عقب 15 سنة بيسألونك وين وصلت شو سويت. فمن بعض النماذج اللي شفناها خلال اللقاءات هذه عندنا مهندس اللي كان مهندس أسامة، كذلك الدكتور نقيب عبد الله الشيخ، يوم تشوف هذه النماذج هذه خليك أنت تجتهد من اليوم في هذه المراحل الدراسية عشان تكون نموذج مشرف في المستقبل مثل ما شفنا هذه النماذج. أكيد مروان.